استقبل قسم العمل التابع لدائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل مجموعة من الأسماء الجديدة المشمولة برواتب الحماية مع اتخاذ وسائل الوقاية من كورونا لضمان سلامة المراجعين. الزميل محمد شكر والتقرير التالي. وسط إجراءات وقائية بدأ قسم الحماية الاجتماعية في محافظة كركوك باستقبال المواطنين الذين تم شمولهم برواتب شبكة الحماية الاجتماعية والتي أعلنتها وزارة العمل قبل عدة أيام. ظهرت لنا أسماء من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقريبا ما يقارب 740 اسم يوميا نقدر عليه إن شاء الله ما نقصر وياه. تحت توجيهات سيد مدير القسم باشرنا من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 1 لورود أسماء جديدة من هم دون خط الفقر لشمول جديد للرعاية الاجتماعية. طبعا وردت الأسماء من بغداد. الأيام لمراجعات المواطنين محددة من قبل الدائرة العامة، يعني الدائرة العامة مثلا على سبيل المثال في هذا اليوم تاريخ هذا اليوم مخصصين 28 اسم، 28 مواطن نتم الإعلان عنهم عن طريق موقع الفيسبوك الخاص بقسمنا. المواطنون من جانبهم أشادوا بالجهود التي تبذلها كوادر قسم الحماية الاجتماعية في محافظة كركوك، مطالبين في الوقت ذاته وزارة العمل بزيادة رواتب ومستحقات المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. مدير الرعاية الاجتماعية كلش رائعين واشكرهم على هاي العمل الرائع واشكرهم بجد والنشاط يعملون في هاي رمضان وحياة الصعبة وسبب الكورونا وكلهم يتحدون هاي المواقف الصعبة. مواقف صعبة احنا نشكرهم جزيل الشكر لان يا ريت يردون الطلب لان زيادة الرواتب لان معيشة صعبة وازمة يمر بها بلادنا العزيزة. قبل اسبوع خابروني قالوا يوم 28 المراجعة مالت، جيت اليوم يعني الصبح الحمد لله كملت بس بقى على الكي كارت. تدري هسه الطالب وهاي ماكو، يعني هاي العالم كله تشوفه قدام عينك ماكو لا راتب ولا وهاي كل شهرين، يعني هسه نطلب من الحكومة لو كل شهر وتزيد الراتب شوية وكل شهر وكل شهرين وتدري العوائل وهاي أقل عائلة هسه 4 إلى 5 أطفال وهي عائلته شغل ماكو، فشوية مساعدة الحكومة تزيد الرواتب وتخليها كل شهر. على الرغم من قلة المبالغ المخصصة لهذه الشريحة ألا إن الشمول والحصول على هذه الإعانات يعد حلما للكثير من العراقيين العاطلين عن العمل. لصلاح الدين الفضائية محمد شكر كركوك.